مشروع نور للطاقة الشمسية من بين المشاريع الرائدة على المستوى العالمي فهو يعتبر يعني من أضخم المواقع العالمية لإنتاج الطاقة الشمسية متعددة التكنولوجيا في العالم حيث يعني تصل إنتاجيته إلى حوالي 582 ميجاوات وهو يعني مقام على مساحة مهمة تقدر بحوالي 30 كيلومتر مربع وباستثمار مالي يقدر تقريبا ب 24 مليار درهم دون يعني احتساب باقي البنية التحتيه المنجزه او الموازيه من خطوط للربط الكهربائي وكذلك من انشاء يعني ممرات للنقل الطرقي والتزويد بالماء وشبكه تصريف المياه الى غير ذلك من البنية التحتيه كالاتصالات الى غير ذلك فهو يعني يتكون هذا المشروع الكبير كما هو معروف يتكون من اربع محطات هي نور واحد نور اثنان نور ثلاثه ونور اربعه بالاضافه الى يعني محطات اخرى كيعني كنور ميدلت، نور ميدالت نور بوجدور الى غير ذلك من المحطات الاخرى الا ان اهم هاد, هاد المركبات هو مركب ديال ورزازات نور واحد نور اثنان نور ثلاثه نور اربعه والتي يعني تعمل بالتقنيات الحرارية المركزة والتقنيات الفوتو ضوئية أو الفوتوفولتايكية كما يصطلح عليها بالفرنسية وهي يعني بالمناسبة هذه هاد, هاد المحطات منشأة يعني بمواصفات دولية بما في ذلك ما يحترم البيئة عند يعني إنجاز مثل هذه المحطات وفي الحقيقة قد بدأ المغرب بتشغيل أول محطة وهي محطة نور واحد سنة 2016 بالمناسبة بأن هذه المحطة هذه تقدر إنتاجيتها بحوالي 160 ميجاوات وتنتج سنويا تقريبا كهرباء تعادل 500 جيجاوات ساعة وهاد هاد المحطة نور نور واحد مكنت يعني من تقريبا تشغيل حوالي ألفي فرصة عمل حوالي ثلاثة وثمانين في المية منها كلها يعني من 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 مو طاقم يعني محلي من كوادر يعني ومن من ايادي محليه اما محطه نور اثنان ونور ثلاثه التي انشئت او بدا العمل بهما سنه 2018 وهاتين المحطتين بالمناسبه تنتجان قدره كهربائيه تصل الى 350 ميجاوات و تقدر يعني سعة تخزينها الحرارية ما بين خمسة وسبعة ديال الساعات أما المحطة الرابعة وهي محطة نور أربعة تعمل بالتقنية الفوتوضو... ضوئية أو الفوتوفولتايكية وقد يعني بدأت تشغيلها كذلك سنة 2018 إلا أن قدرتها تناهز 170 ميجاوات وتعتبر يعني من بين ال... الأكبر المحطات الفوتوضوئية يعني من هذا من هذا النوع في حين أن هذه المحطة يعني نور أربعة تعتبر أكبر مرافق ومن أكبر المرافق العالمية لإنتاج يعني الطاقة بتقنيات متعددة في العالم وتوفر محطات نور الأربعة للطاقة الشمسية كهرباء نظيفة تقريبا تقدر بما يحتاجه مليون فاصلة ثلاثة مليون منزل أو ما يحتاجه حوالي مليونين من الأشخاص المستعملين للكهرباء من هذا النور وتعتبر مشاريع نور ورزازات أي المشاريع الأربعة أو المحطات الأربعة يعني من بين المشاريع المهمة في المغرب حيث أنها, أنها مكنت من تقليل التبعية الطاقية للمغرب من الخارج بحوالي 83% في أواخر 2022 عوض 97% قبل انطلاق هذه المشاريع سنة 2009 وهو ما مكن المغرب يعني من تفادي انبعاث الغازات الدفيئة بما يقارب مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كل سنة وهذا يعني هد التفادي هذا مكن المغرب أو سيمكن المغرب من الإيفاء بتعهداته المناخية حيث أنه كان قد تعهد في عدة مناسبات بخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45.5% في الأفق 2030 وذلك في عدة مناسبات آخرها كان هو كوب 22 بمراكش وحسب اتفاقية الإطار سنة 2015 بباريس وكذلك أن هذا المشروع مشروع نور كان قد سطر في يعني في بنا انشائه بانه سيثبت اسس التنميه السوسيو اقتصاديه من خلال يعني بالاضافه او بالموازاه مع انتاج كهرباء نظيفه الى يعني الاستثمار في المجالات الحيويه الموازيه وخصوصا للساكنه كمثلاً مجال الصحه مجال التعليم مجال المقاولات مجال الرياضي، المجال الفلاحي الى غير ذلك من المجالات الحيويه التي تعود بالنفع المباشر على الساكنه المحليه وعلى المواطن بصفه عامه وقد يعني خصص ازيد من 62 مليون درهم لهذا الغرض وهذا المبلغ هو ممول يعني من الوكاله المغربيه للطاقه الشمسيه ومن مجموعه اكوا بارك المستثمره بالمستثمرين الكبار في هذه المشاريع حيث يعني ان هذه المشاريع مشاريع نور ان من المنتظر او كان من الامور التي تم تصديرها وهو انها سوف تشغل حوالي او اكثر من عشرين الف شخص فضلا على انها ستزود اكثر من ثلاثين يعني دوار و منطقة سكنية بالماء الصالح للشرب وربطها يعني بالشبكة الكهربائية وبالشبكة الطرقية. ويعول المغرب أو وقد سطر المغرب على أن هناك يعني مشاريع أخرى بالإضافة كما قلت في البداية إلى هذه المحطات نور واحد اثنان ثلاثة وأربعة أن هناك يعني محطات كان محطات نور ميدلت محطات بوجدور وإلى إلى ذلك من المحطات الأخرى على اساس ان المغرب سطر انه سينتج حوالي 52% من الكهرباء الوطنيه في افق 2030 وكان قد سطر يعني في افق 2020 انه سينتج حوالي 42% الا انه لعده يعني لعده مشاكل وعده ظروف لم تتجاوز هذه النسبه الا 38% وقد تدارك المغرب يعني هذا هذا النقص بتسريع وتيره انجاز مجموعه من المشاريع الاخرى كان من بينها يعني المشروع ديال نور ميدلت اثنان وعما قريب ستتم انطلاقه اعطاء الانطلاقه ديال نور ميدلت ثلاثه في القريب العاجل كما قلت ان بالاضافه الى مركب نور ورزازات فهناك مشاريع اخرى تسير يعني في نفس التوجه وهو تعزيز المخطط الوطني للطاقه الشمسيه بالمغرب من خلال يعني تشييد مجموعه اخرى من المحطات الطاقيه المعتمده على الشمس وكذلك متعدده التكنولوجيا كما هو الشان كما قلت بالنسبه لمحطه ميدلتس محطه العيون محطه بوجدور وطاطاق ومحطات اخرى بطاقه انتاجيه تزيد على 2 جيجا في افق السنوات المقبله بالفعل تعتبر محطه نور ميدلت اول مشروع كمحطه يعني لتوليد الطاقه الكهربائيه انطلاقا من المصادر الشمسيه التي تستعمل يعني مزيج او تركيبها من بين تكنولوجيات المعتمده في هذا الباب وهي يعني التكنولوجيا الشمسيه الكهروضوئيه والتكنولوجيا الشمسيه المركزه في الحقيقه يعني هناك سيكون هناك ثلاثه مراحل لهذا المشروع نور ميدلت هناك نور ميدلت واحد الذي بدأ منذ سنوات ومن المقرر انه سيبدأ العمل به في مطلع يعني 2024 رغم ان انه عرف بعض التعثرات لل... لان لعده اعتبارات من بينها ان الخلافات حول ما هي يعني التكنولوجيات التي يجب ان تستعمل في هذه المحطه وهناك يعني محطة أو مرحلة محطة نور اثنان التي كما هو معلوم أن ستنفذ في جبال الأطلس وتعتبر أحد يعني العناصر الأساسية التي تدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وكذلك من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي سيصدره المغرب إلى أوروبا وإلى باقي الدول ويعني أن هذه الاستراتيجية الوطنية كما هو معلوم أن المغرب يعني قد سطر مجموعه من الارقام الواضحه بما فيها يعني انه سيكون على المغرب ان ينتج حوالي 52% من المزيج الطاقي الوطني انطلاقا من المصادر المتجدده بحلول 2030 لانه للاسف عنده مجموعه من الالتزامات سواء بيئيه سواء طاقيه كما نعلم ان المغرب لا زال يعتمد على الفحم بحوالي 72% رغم انه التزم بانه يجب ان يخفض نسبه انبعاث ثاني اكسيد الكربون بحوالي 45.5% في افق 2030 تاتي هذه المحطه يعني محطه نور ميدلت 2 كيعني كمحطه مهمه نظرا لان تتمتع بقدرات كبيره للتخزين الحراري تمتد تقريبا ما بين 3 و7 ديال الساعات وهي يعني مده يعني مهمه جدا ما يمكنها يعني من العمل حتى يعني بعد ساعات غروب الشمس عندما لا تكون الشمس متوفرة يبقى التخزين يعني شغال وتبقى يعني الطاقة الكهربائية مشغلة انطلاقا من هذه المحطة وبطبيعة الحال أن كما قلت أن المغرب يعتزم إلى إنشاء محطة ثالثة محطة نور تل... ميدل ثلاثة تل... 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 خلال يعني السنوات المقبله ليعزز المغرب مكانته الطاقيه وليصل الى انتاج حوالي 1600 ميجاوات من الطاقه عن طريق يعني هذه الاستراتيجيه الوطنيه في باب ديال الطاقات المتجدده